السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معنا اليوم في قناة سارة انتصار، قناة 100% ديال الدار. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد لطخ ديال الفخوي بالفريز والبنان. ندوزو ان شاء الله للطبقة ديال الكيك. غنحتاجو في المقادير جوج بيضات بحرارة غرفة المطبخ، خمسة المعالق ديال سنيدة او ما يعادل نصف كاس ديال العلبة، خمسة المعالق ديال الزيت او ما يعادل ربع كأس، خمسة المعالق ديال عصير الليمون او ما يعادل ربع كأس العنبة، وخمسة المعالق ديال الفورس اللي يكون مغربل من قبل، وخمارة واحدة. ندوزو طريقة التحضير. بسم الله. نديرو البيض، نزيدو عليه سنيدة، غير بالطراب اليدوي، كنخلطو مزيان. بعد ما خلطنا مزيان البيض والسنيدة، غنزيدو خمسة المعالق ديال الزيت، ما يعادل ربع كأس ديال العنبة، نضيفو خمسة المعالق عصير الليمون، ومن بعد نضيفو خمسة المعالق ديال ثلاثة أربعة خمسة. من بعد ما درت خمسة المعالق، زيدو خمارة، ما ضفنا خمارة، نحركو مزيان، كيما كتشوفو العجينة كتجي خفيفة شوية. من بعد كناخدو المول لي مدهنينوه من قبل بالزبدة، ورشيناه بالدقيق، كنهزو يدينا شوية الفوق، كنخويو العجين، كتجي رقيقة، بعد ما خويت العجين في المول، غادي ندخلو الفران على درجة الحرارة متوسطة، غنشعلوه من التحت حتى طيب لينا معاك داهية كطيب، ومن بعد نرجعو باش نحضرو الطبقة التانية ديال لاكخيم باتيسيار. من بعد ما دخلنا الكيك ديالنا الفران يطيب، غندوزو دابا للطبقة التانية ديال لاكخيم باتيسيار. غندي نديرو كاس ديال الحليب د العنبة، غنزيدو عليه معلقة كبيرة ديال لاكخيم باتيسيار، عامرة مزيان، وغنزيدو معلقة كبيرة د السنيدة، نخلطو مزيان. ممكن تعودو لاكخيم باتيسيير بالنشا ومعلقة كبيرة ديال النشا وصفر بيضة لي معندوش لاكخيم باتيسيير. من بعد غادي نديرو فوق، من بعد غندوزو فوق البوطة، كنخليو لاكخيم باتيسيير ديالنا حتى كتقعد بحال هكا. من بعد كنحيدوها، كنديرو فيها واحد طريف صغير ديال الزبدة باش ما ديرش لنا ديك القشرة، ومن بعد كنديروها فوق الكيكة ديالنا ونرجعو باش نديرو الطبقة الثالثة ان شاء الله. بالنسبة للطبقة الثالثة، كنحتاجو فيها كاس ديال عصير الليمون، معلقة ديال سنيدة، فلون، أنا عندي هنا ديال الليمون، ممكن ديرو ديال البنان، ديال الفريز، أي فلون متوفر عندكم. وغادي ندير أنا البنان والفريز، وبالنسبة لكم نتوما تقدرو ديرو أي فخوي عندكم في الدار. غادي ندير ناخدو كاسخول، غادي نديرو فيها كاس ديال الليمون، غادي نزيدو معلقة ديال سنيدة، المهم ديما سنيدة كتبقى حسب الذوق، وغادي نزيدو الفلون اللي عندنا،
فروم، ممكن ديروا اي فروم توجد عندكم في البيت. غادي نخلطو مزيان، وغادي نديروه على عافيه مهيله حتى يغلي لينا. غنديرو داك الفلون ديالنا مع عصير الليمون اللي فوق البوطة، وغندوزو الفلون ديالنا يغلي. هيا من بعد ما خلينا الكيكة ديالنا ودرنا ليها الطبقة ديال لاكخيم باتيسيير، غادي نديرو ليها الطبقة ديال الفخوي. حاولو نديرو صف ديال البنان، صف ديال الفريز حتى نكملو. ممكن ديرو أي فاكهة عندكم، تقدروا ديروا الكيوي، ديروا الخوخ، ديروا المهم اللي عندكم توفر. تقدروا ديروا البنان بوحدو ولا الفريز بوحدو ولا المهم اللي متوفر عندكم في الدار. خمسة مرات هكا، كنحركوا معنا الفرن ديالنا اللي كيعلي ها هو غلا، كنطفيو عليه كنستمروا. ها هو الطبق النهائي كيجي بالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو تابوناو عندنا وديروا جيم، خليو لينا وفعلوا الجرس، وشكرا. بعد ما كملت الصف ديال لي فخوي ديال